السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على كل اخواته وحبايب قلبي اللي متابعيني جوا مصر وبرا مصر. أرقى مساء عليكم. ما شاء الله غاويين. انا النهاردة هشرح لكم ازاي ترقد الفرخة على البيض بطريقة صحيحة. تمام، علشان ما تتلخبطش او ما تضيعش البيض بتاع الفرخة على الفاضي، او تفضل تنتظرها 21 يوم على الفاضي، حرام عليك. طيب، ده الكلام ده يا جماعة لو انت مش متوفر عندك ماكينة تفريخ. في حال عدم توفير ماكينة تفريخ او تفقيس البيض، هتضطر تعمل ايه؟ بس خلاص، طبعا هي بتضرب وبتدافع عن البيض بتاعها، بس خلاص. فليها طريقة يا جماعة، مش كده وخلاص. يعني مش تجيب الفرخة اول ما تنام، او عندك فرخة بتبيض اول ما تلاقيها نايمة كده تقوم خلاص حطت لها البيض بالكامل. لا، هي لها طريقة، زي ما ماكينة التفريخ لها طريقة. تمام، الدجاجة برضك لها طريقة في النوم بتاعها. واحد هيتناصح وهيقول طب الطيور اللي عايشة في الجبال وفي الصحراء وفي، انت اصلا ما بتشوفش بيض، يا بتلاقي طالعة وراها يعني 5 6. لا، احنا عايزين نحط 15 20 بيضة يطلعوا، نحط 15 20 بيضة يطلعوا. تمام، اللهم صل على النبي. تيجي نتفرج كده على السلالة. اصلا هذه هي السلالة، دي السلالة اهي، ما شاء الله، الله اكبر. هذا الدجاجة. تمام، هذا الدجاجة الجلد الفيومي الجلد اهو، دي سلالة الدجاج الفيومي الجلد، ما شاء الله. ده عنابر او حضاير زي ما بتسموها بالظبط اهو. تيجي كده نشوف اهو، ده دجاج البادية، دجاجة جميلة ما شاء الله. في ناس هتفكروا بلدي، لا، هو من سلالة البلد يا جماعة، بس البلد على فكرة انواع ما شاء الله. طيب، عشان ما طولش عليكم، يلا بينا نشرح ازاي الدجاجة هتنام على البيض يا مملكة، او انت ازاي بترقدها على البيض. طيب، انا اول ما اشوف الدجاجة نايمة كده ما احط لهاش البيض كله، لا، انا يوميا، هي كل يوم بتبيض بيضة، اخدها اشيلها احطها في درج التلاج، بضض البيضة التانية اخدها احطها في درج التلاج، التالت وكذلك وهكذا. تمام، خلصت بيض وما عادتش بتجيب بيض يوميا، بقى لي 3 ايام ما بجيبش بيض ونايمه النومه دي، نايمه كده، ها، طالما نايمه كده بعمل ايه بقى؟ انا بجربها على بيضه واحده، البيضه المشوهه بشيلها، البيضه المشوهه، شايفين التعوج اللي فيها ده، والحبوب اللي فيها دي اهي، المشوهه اهي، والنظيفه اهي، شايفين انتوا؟ كنت حاطط دي كده، لا منظر كمان. اي دلع كده اهو. طيب، هيشيل البيض، طبعا البيض ده في درج الثلاجه، تمام، فتره ال 15 يوم او ال 20 بيض، عم تخلص بيض، انا لقيتها نايمه بعمل لها مكان كويس. ممكن لو انت في السعوديه او في دوله صحراء، تمام، تحط رمل وبعدين بيضه لمده 3 ايام، واسيبها اروح تجرب البيضه. انا اسيبها تجرب البيض، طبعا هي عايزه تروح للبيض كله، لكن انا مش هخليها، هسيبها 3 ايام تحضن البيضه دي كده، خدي شد دي، خدي دي كده فاهميني اهو، خدي كده، تمام اهو، حلو اهو. 3 ايام فضلت نايمة كده وما بتقومش، على قد الاكل والمية بس، بتقوم تاكل وتشرب وتحط الزبلة بتاعتها وتدخل على البيض، تمام، ومستقرة حالتها كده، مستقرة نايمة ما بتقومش. ابدأ احط البيض كله، كل البيض احطه له، تمام، واسيبها فترة 21 يوم. ممكن في اخر 3 ايام يا جماعة، يعني اليوم ال 18، في اليوم ال 18 ممكن اشيلها كده وهي بتاكل، هي الوقت بتاكل مثلا، ببخاخة مية صغيرة،
على البيض. ابخ بخ على البيض ليه؟ علشان يحصل رطوبة. هي الفرخة بتعرق، جسد الفرخة يا جماعة بيعرق، فهي اما جسمها بيعرق بيدي الرطوبة للبيض. تمام. الحرارة جسمها سخن بيدي درجة الحرارة للبيض. يعني يا سبحان الله، هي بيكون عندها الرطوبة والحرارة اللي البيض محتاجها. تمام. زي ماكينة التفريخ لما احنا بنعمل ماكينة صناعية، تمام، تفريخ صناعي زي ماكينات التفريخ وبنفرغ بيض. فهي دي طريقة حلوة. تمام. هو ده الدجاج يا جماعة، ودي رقوطة الدجاج. انا بس حبيت اوريكم واعلمكم. عايزكم بقى تكتبولي في التعليقات، اخليها تنام على البيض ولا ما تنامش على البيض؟ قولولي بقى، انا انتظر تعليقاتكم. لو قلتولي نايمة على البيض هننيمة على البيض، قلتولي لا ما تنيمهاش على البيض خلاص انا مش هرقدها على البيض. ده بيضها طبعا، لو هننيمة على البيض هحط لها قفص وهوريكم جزء تاني وانا برقدها. برجاء تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعمنا بلايك. السلام عليكم.